وياكم وسن الوائلي من أكلاتي سهلة ولذيذة. راح نسوي وياكم التشيز كيك أو الكيزة كوخن على الطريقة الألمانية. المقادير 300 غرام من الطحين، 75 غرام من السكر، 200 غرام من الزبدة الذائبة، وبيضة وليمونة ناخذ البرش مالتها نبرشها، وملعقة كوب من البيكنج باودر، وراح نحتاج كيس من الفانيليا. الآن راح نسوي الخطوات. راح نرجع وياكم على مقادير الجبنة اللي راح نحطها فوق العجينة البسكويت. راح نحتاج 125 غرام من الزبدة، تقريبا 3/4 الكوب. نحتاج 200 غرام من السكر، تقريبا كوب وربع. نحتاج 5 بيضات مفصولة الصفار عن البياض. راح نحتاج هنا عندنا اللبنة أو الكباك، عندنا بألمانيا اسمه كباك، أنتوا عندكم اللبنة. راح نحتاج 750 غرام من اللبنة. راح نحتاج الكريمة أو القشطة 200 غرام. راح نحتاج مبروش الليمون مع عصير، مع القليل من عصير الليمون. راح نحتاج أما هذا البودينج أو اللي احنا نسميه كاستر، أو اللي ما عنده هذا البودينج أو الكاستر ممكن يستعمل 40 غرام إلى 50 غرام من النشا، بما يعادل ملعقتين ونصف نشا مع الفانيليا، ظرف من الفانيليا. الما عنده بودينج يستعمل هذه كبديل. راح نستعمل ايضا ظرف او كيس من الكاستر او البودينج. اللي ما متوفر عنده ممكن يعوضه 50 غرام من النشا، 40 الى 50 غرام من النشا، ما يعادل ملعقتين ونصف، وظرف من الفانيليا. هسه راح نجي للخطوات العمل. راح نقوم اول شيء باعداد عجينة البسكويت اللي تكون قاعدة التشيز كيك. راح نضيف الزبدة اولا الى مكنة التحضير، وراح نضيف السكر ونتركها تنخلط لفترة دقيقة، تقريبا مدة دقيقة. راح نضيف البيضة وبرش الليمون باودر الى الطحين ونخلطه جيدا، ثم نضيفه الى الخليط اللي بالمكنة. شكل العجينة بعد أن كملنا الخليط. هاي راح تكون هي قاعدة التشيز كيك أو الكيزة كوخن أو البسكويت، قاعدة البسكويت للكيك. راح نحتاج قالب المتحرك اللي يكون قطعتين، هذا النوع، هذا النوع، قياسه 30 سنتيمتر، قياس المحيط 30 سنتيمتر. راح نفرش أرضه بورق الزبدة وندهن الحواف بالزبدة ونرش عليها القليل من الطحين بهذا الشكل. راح نقوم بفرش العجينة اللي جهزناها
بقاع القالب بشكل متساوي وعلى الحواف ايضا. هذا الشكل فرشنا عجينة البسكويت في القالب. شاهدوا احبائي، الحافة لازم تكون اقل شيء سنتيمتر صاعدة على الحافة بهذا الشكل حتى تنطينا شكل جيد ولا تطلع الخلطة السائلة من القالب اثناء الشوي. طبعا باستعمال شوكة نقوم بتثقيب قاع القالب بهذا الشكل حتى لا يصير بيها فقاعات وترتفع. نقوم بوضع صفار الفيض في الخلاط الكهربائي ونضيف له نصف كمية السكر، كان عندنا 200 غرام من السكر، نضيف هنا تقريبا نصها، نص الكمية والنص الثاني نتركه نضيفه لبياض البيض ونحرك ونكمل الخلط. راح نضع بياض البيض ونضيف عليه ما تبقى من السكر ونخفقه بالخفاقة اليدوية على جنب. احنا هنا مستمرين بخلط صفار البيض مع السكر. راح نضيف باقي المكونات اللي هي الزبدة والنشا وظرف من الفانيليا او ما يعوضه بالكاستر او البودينج والكوباك ايضا او اللبنة، يعني كل المكونات الباقية ما عدا السكر وبياض البيض راح نعزله في طاسة اخرى ونخفقه لحالة، والمكونات الباقية كلها هنا نضيفها مع الليمون مع قشر الليمون او برش الليمون. وهسه راح نشوفه يعني. ضفنا الزبدة، ضفنا الزبدة أصدقائي، وهسه راح نضيف اللبنة. هسه نضيف اللبنة إضافة ما تبقى من اللبنة أو الكباك، ونضيف الكريمة الشلاك زانة أو تقدرون تستعملون أي كريمة عندكم اللي هاي بوك كودا، كريمة الفطور قشطة بوك، أي كريمة موجودة بس شوية تضيفون عليها قليل من السائل الحليب وتخفقوها أو تحولوها إلى شوية سائلة. ونضيف الليمون الحامض، عصير الليمون الحامض تقريبا ملعقتين، ونضيف ما تبقى من اخر شيء المواد اللي هو برش الليمون، ونضيف فوقنا راح نختار بين اثنين، اما نضيف الكاستر ظرف كاستر او نضيف 40 الى 50 غرام من النشا مع ملعقة فانيليا كبيرة أو ما يعادل ظرف فانيليا. أنا راح أسوي وياكم هسه النشا ويا الفانيليا حتى يكون مثل اللي متوفر عندكم، ما أسوي أنا غير شيء وتقولون ها ما نجح عندنا لأن هي استعملت الكاستر وإحنا استعملنا النشا. راح أسوي بالطريقة الأسهل.
وهذا النشا وهذا الفانيليا. وهسه راح نخلط الخليط مرة ثانية بالماكينة إلى أن يتجانس وراح نشوف شلون النتيجة. الخليط راح يكون بهذا الشكل بهذا الشكل. لأن ما خليت أنا الكاستر راح يكون لونه على بياض. اللي يحب لونه يكون على صفار شوية اضيف له القليل من ملون الطعام او الصبغ. انا هنا احب يكون شوية على لون اصفر، فراح لان كل مرة من اسوي بالكاستر لونه على صفار حلو، فراح اضيف شكل ملعقة صغيرة من ملون الطعام لون الاصفر، وراح ارجع اخلطه مرة ثانية للي يحب هاي الاضافة فقط. البيض بعد ما خفقناه، شوفوا اصدقائي يعني شلون نعرف انه بياض البيض نجح الخفق به. نقلب الطاسه، ها نقلب الطاسه ثابت ما ينزل ما يتحرك. هذا بياض البيض بعد ما خلصناه، هسه راح نخلطه ويا خلطه صفار البيض وباقي المكونات. احبابي عندنا هاي الخلطتين صارت جاهزه، هاي الخلطه اللي خلطناها ويا صفار البيض وهذا بياض البيض. هسه راح نضيف بالتدريج صفار البيض، العفو بياض البيض الى الصفار، ونقوم بخلطه بشكل ندخل به الهواء. راح نخلط بهذا الشكل، ندخل بياض البيض ويا الصفار بهاي الطريقة حتى ندخل الهواء بالخليط. هذا الجزء الثاني من بياض البيض نكمله، نخلطه بهذا الشكل، ندخل هواء الآن أصدقائي. راح نقوم بسكب هذا الخليط اللي كملناه، خليط البياض والصفار، في القالب فوق عجينة البسكويت قبل ما ندخلها الفرن، وندخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة ساعة تقريبا، ونشوف باقي الخطوات. وهذا الشكل النهائي بعد ما حطيناه بالقالب اصدقائي. نساوي مثل ما قلت لكم، ندخله الفرن على حرارة 170 درجة. نكون محضرين الفرن مسبقا مثل ما قلت لكم على درجة حرارة 170 درجة مئوية. أصدقائي هذا شكلها بعد مرور 45 دقيقة بالضبط. راح اختبرها بالعود الخشب واشوفها، اذا ما تلتصق يعني استوت، اما اذا التصقت يعني ما مستوي. هنا ما استوت، العفو هنا يعني مناطق شوية بها، راح اتركها بعد. هنا ما مستوية بس هنا مستوية شوية ملتصق، راح اتركها بس تقريبا 5 دقائق ونطلعها. هنا اصدقائي شكلها بعد ما طلعناها من الفرن وتركناها شوية تبرد. طبعا اعتيادي جدا بالنسبة للكيزة كوخن انه شوية تهبط اول مرة تنفش، بعدين تهبط شوية، واعتيادي تتكون بها هاي التكسرات، يعني لا تخافون مو فشلت وانما هي هالشكل تكون. وهسه راح اخليها بالثلاجة او ما يسمون البراد لمدة تقريبا ساعتين الى 4 ساعات حسب درجة الثلاجة.
بعدين نطلعها ونقطعها وتكون بشكل لذيذ، وأتمنى تكون تعجبكم الطريقة. مرحبا أصدقائي، هسا رجعنا لكم بعد تقريبا 4 ساعات ظلت بالثلاجة من 1:30 الظهر، هسا ساعة 5:30. نرفع عنها القالب المتحرك، وبهذا الشكل هنحطها في صحن التقديم. وهذا شكلها النهائي بعد ما حطيناها بالصحن، هسا راح نفصها. وهذا شكلها النهائي. نقصها وحتى نشوف شلون صارت من الداخل وتماسكت. هذا شكلها، شوفوا أصدقائي، هاي البسكويت وهاي الحشوة اللي سويناها. وهذا شكلها النهائي.